السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في دورة في لغة اللادار اللي هو ديستيني بهنا بروغرامي وبه لي زوتوماتون دو سيريال بروغرامابل. هذه الدورة راح تكون في قناة يوتيوب نادي سلاك، نادي علمي بجامعة زوار متخصص في الإلكترونيك والتكنولوجيات الحديثة. راح تكون هذه الدورة تحت تأطيري أنا لويس محمد أنيس، خريج كلية الهندسة الكهربائية جامعة هويل بومدينة للعلوم والتكنولوجيا، ومهندس دولة في الأوتوماتيك. قبل ما نتحدث على اللونغاج لدار إخواني، ماذا بيا نحكي خفيف على لي زوتومات بروغرامو بالاندستريال، يعني باه نعرفوا شنو هما بروغرامو. لي زوتومات بروغرامو بالاندستريال هما ان ديسبوزيتيف الكترونيك ديستيني باه نكومونديو به ان بروسيسوس اندستريال. حمقوا لي عليها وصلوا لي هذه ان بروسيسوس اندستريال، يعني ماش تكوموندي به حاجه صغيره، راح تكوموندي به حاجه كبيره عنده دي كاركتيرستيك مخدوم باه يعاني. خدمته هذا يا شقى لوطومات هذا يا باه يكوموندي لنا اون شين اندستريال. هذا نقدروا نمثلوه بلي كذا هو العقل المدبر، هذا هو اللي يمد لي زوردر، تسمى يسمع ويمد لي زوردر باه يمشي الحاله حسب الاوضاع ولا حسب لي دوني اللي كاينين. باه يدير هكذايا لازم يعاونوه زوج صوالح اللي هما لي زونطري ولي سورتي. لي زونطري تاعنا هما لي كابتور ولا لي بوطون بوسوار، هذو هما لي زونطري نورمالمون عندكم نظره عليهم. ولي سورتي تاعنا لي موتور لي فيران الانفويون لومينو، كاين يعني كاين عديد من اشكال تاع لي زونطري ولي سورتي نستعملوهم ولا نوظفوهم حسب الطالب وحسب الكاي تشارج تاعنا. نعطوا مثال على هذا لو بروسيسوس اندستريال هذا اللي يعني رانا شفناه دوكا اونتر لي سورتي API. بعفسه اللي زعما نقولوا حنا شايفينها في الواقع تاعنا، هذا التشخيص هذايا نقدروا نقولوا مثلا عندنا عداء، هذا العداء هذايا راه يستنى يسمع الطلقه الناريه تاع حكم المباراه باه يديماري. الاذن تاعو نقدروا نشخصوها بلي هي لونطري، هي اللي راح تسمع، هي راح تريسيفي لا دوني تاع الطلقه الناريه. اون فوا تريسيفيها تبعث للعقل تاعنا اللي نشخصوه بلي هو لوتومات بروغرام باندستريال سور تيرا. العقل هذا راه ريسيف لا دوني هذه بلي خلاص الحاكم المباراه راه اطلق الطلقه الناريه. واش يدير لوتومات بروغرام ولا العقل تاعنا؟ يمد دي زود ولا دي كونسين للجسم تاعنا باه يبدا يتحرك ويبدا يجري. هذا يا نقولوا زعما مثلا اسقاط على الواقع على واش راه يصرا في لي زوتومات بروغرام ولا على واش راه يصرا في لا بلاشين اندستريال. الان حبينا نحكوا شويه على الدوره اللي راح نقدموها ولا لا سيري دي فيديو راح يكونوا لا بروشين سيونس باذن الله. راح نحكوا على تيا بورتال اللي راح نستعملوه، وننصح اي شخص حاب يدير ان بروجي باللادر انه يطلعوا. بون تيا بورتال هو سوفتوير تاع سيامنز، يعني اللي راح يمانيبيلو بسيامنز يستعملوه. وعاده حنا كي رانا في جامعه هواري بومدين علوم التكنولوجيا نستعملوا بوكو بليس سيامنز، ونستعملوا الاسات 300 يعني لوتومات بروغرامون الاسات 300. في تيا بورتال هذايا راح نتعلموا نكراكيوه لانه صامت في الكراكاج تاعو بزاف يا خاوتي، سورتو الفي 14 وفي الويندوز 10 السماطه تاع السماطه ليكستري تاع السماطه في الكراك تاعو. شوفوا نكراكيوه نتعلموا كيفاه مانيبيليو به مع البداية، يعني نشوفوا كيفاش نختاروا لوطومات بروغرام تاعنا لي زونطري لي سورتي وما الى ذلك. يعني نديروا لو بريمير با تاعنا في تيا بورتال. جوست موراها راح ندخلوا في اللادر. خلاص هنايا يعني نقصروا دوكا لادر. لادر واش راح نتعلموا فيه؟ نتعلموا فيه اهم الامور اللي نحتاجوها. وشنو راح نحكوا على النيميريك برك، ماش نحكوا على انالوجيك. وفي الباركور اكاديميك اللي راح يقروا فيه في الجزائر يقروا غير نيميريك، يعني اللي حاب يتعلم انالوجيك يتعلم مليحه يتعلمها باه يدير بها ان بروجي فان ديتود ولا يتعلمها لروحه. بصح باه تتعلم باه تقرا ولا باه تجيب مليح تبع هنا وما تحاولش تفهم. تعلموا لي كونتاكت نورمالمون اوفر، لي كونتاكت نورمالمون فيرمي. لما ما فهمتوهمش دوكا يا با توجي تفهموا من بعد. نتحدثوا تانيك على لا طابل ميمونيك، يعني كيفاه نديروا نستفوا لي زونطري لي سورتي تاعنا في اون طابل ونمدوا لادريساج تاعها
هذه تانيك مهمه جدا، سواء اذا عندك بروجي سواء اذا راح تجوز اختبار ينوتيو عليها. نتعلموا التايمر وشنو هو التي اون وشنو هو التي اوف، لا ديفيرونس بيناتهم، ونديروا ان سيري ديكزارسيس خفيفه على واش قرينا من قبل، هكا باه ما تلفلناش، باه ما ندوش بزاف في نونسيون، لانه واش راح نحكوا دوكا ساهل بزاف صح كاع في لي زيكزارسيس وفي ليسبري تاع تاعك كيفاه تخمم كيفاه تحل ليكزارسيس، هذا هو الصح. موراها مور ما نديرو ام تيت سيري ديكزارسيس، نعاود نولو للكونتور تاعنا. الكونتور هذا يا تانيك داخل في الديسبوزيتيف اللي حنحتاجوهم في اللادر، نتعلمو الكونتاج دي كونتاج، نعاودو نولو لا سيري ديكزارسيس اللي فيها سي زيكزارسيس نكملوهم، و تانيك يكون بيان سور داخل فيهم الكونتور باه نفهمهم مليح، نعرفو كيفاه نمانيبيليوه. جماعة كانت هذه اون بيت انتروديكسيون على واش راح يكون في هذا الدورة في هذا لا سيري تاع لي فيديو هذيا. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.